قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر. أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. زاد مسلم: ولا نوأ ولا غول. غول بضم الغين، أي هذه الأمور لا تؤثر دون الله تعالى. وأن المصنف أورد هذا الحديث ليبين أن الواجب على العبد أن لا يتشاءم بهذه الأمور ولا بغيرها. لا عدوى، اختلف أهل العلم في المقصود بهذا النفي، هل هو نفي أم أنه نهي أم أن هذا من باب الإخبار، يعني هل ده من باب الخبر إنه ما في حاجة يسمها فلان عاد فلان، فلان عنده جرب وده قاعد جنبه وقام عاداه، هل الكلام ده منفي إنه ما في عدوى، ولا المقصود النهي عن إنك تعتقد إنه في، يعني إنك تقرب من فلان معناه بصيبك مصيبة وكذا تنهى عن هذا التقريب والتقرب إلى آخره. هذا الكلام فيه خلاف كبير بين أهل العلم، لكن أفضل الأقوال فيه ما ذهب إليه البيهقي رحمه الله وابن القيم وجمع من أهل العلم، أن النفي هنا النفي عن العدوى التي يقصدها أهل الجاهلية، التي يقصدها أهل الجاهلية، وهي أنهم يعتقدون أن المرض بنفسه هو الذي يعدي وهو الذي يتعدى إلى الغير، لا بأمر الله ولا بقدر الله. يعني ده مرضان اللي بيقرب منه بيمرض، ما في حاجة اسمها يمكن يقرب وما يمرض، الله يحميه، ويمكن يقرب ويمرض، الجاهلية ما عندهم كذا. ده مرضان معناه قرب منه فلان معناه بيمرض، لأن المرض عنده تأثير بذاته دون الله تعالى، دون أمر الله القدر ودون إذن الله القدر سبحانه وتعالى. ده المقصود بالنفي. وإلا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد أن ذكر أقوال أهل العلم قال: وإلا فإن المريض الذي يمرض مرضا معديا عند الناس فإن فلانا قد يقترب منه ويصاب بالمرض بقدر الله، وقد يقترب منه ويقدر الله أن لا يصاب بالمرض. فكونه في عدوى، في عدوى، لكن العدوى دي ما بتأثير المرض دون أمر الله سبحانه وتعالى، ده المقصود يا جماعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، أورده البخاري معلقا بصيغة الجزم: فر من المجزوم كما تفر من الأسد، في لفظ فر من المجزوم فرارك من الأسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إذا دخل بأرض فلا تدخلوها، إذا سمعتم به أي في أرض فلا تدخلوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة الزول ما يعتقد إنه المرض هو اللي بيأثر وحده دون قدر الله تعالى، وإنما الأمر أمر الله، إن شاء جعل العدوى وإن لم يشأ فإن المريض يقترب من الصحيح والصحيح لا يصيبه شيء، لكن الإنسان يفعل السبب، إنسان يفعل السبب، ده زول مريض زح منه، إن أنت ما واجب عليك تقرب منه، زح منه بعد ذاك أنت إذا فعلت السبب اطمأنت نفسك وخرجت من جميع المهالك الحسية والمعنوية. ولا طير أي لا تشاؤم، الواجب على العبد أن لا يتشاؤم بشيء، لا بالأيام ولا بالأشخاص ولا بالأمراض ولا بالمصائب. يعني جاته مصيبة هو بصلي، بعد شوية تانية جاته مصيبة تانية، بعد شوية يقول لك العربية دي مشاكلها كثيرة مشؤومة، ويقول لك فلان ده مشؤوم طوالي قدر ما الاقيه معناه بيحصل لي شر، والزول ده كذا وكذا. الانسان لا يتطير لا يتشاؤم. ولا هامة، الهامة طائر
يخرج من الليل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: كأنه يعني البومة، البومة المعروفة. ووجه التشاؤم والتطير منها قال أنها إذا سقطت في بيت من الليل يعتقد أهل الجاهلية أن هذا فيه نعي إما لصاحب البيت أو لقريب له. قالهم بتشاؤموا لو الطيرة دي جات بالليل وقعت في بيت ولا جات سمعوا صوتها، ما أنا بقول لك في زول ما تسي إذا قاعد لاسي الكلام ده للليلة فيه، يقول لك في زول مات ولا ترى وانا قربت اموت لانه الطيره دي جات شنو؟ جات في بيتي وكانت تلحتك زاي، انت ما دار تموت، انت تبقى في بلاوي زاي. ولا صفر، صفر اختلف فيه اهل العلم، ولكن الراجح ان المقصود به شهر صفر. بعضهم قال دابه، وهذه الدابه تصيب العبد كالعقرب، وده كلام ذهب إليه الإمام البخاري والإمام أحمد وجمع من أهل العلم. وبعضهم قال المقصود به شهر صفر المعروف، وهذا الذي رجحه شيخ عبد الرحمن ابن حسن. كانوا يعتقدون الشر في شهر صفر، لذلك يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وهذه من عاداتهم ومن المآخذ التي ذكرها الله تعالى عليهم في القرآن: إنما النسيء زيادة في الكفر. فالزول ما يتشاءم بشهر من الشهور، قال بيتشاءموا بشهرين، بشهر صفر وبشهر شوال. عشان كده يقول لك ما تتزوج في شهر صفر ولا تتزوج في شهر شوال، وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة الباطلة، فدخل على عائشة رضي الله عنها في شهر شوال رضي الله عنها. ولا نوء ولا غول، النوء المقصود به منزلة القمر، وده باب عديل بيجينا إن شاء الله منازل القمر، وهي 28 منزلة ينزل فيها القمر. وهم يعتقدون في هذه المنازل عقائد فاسدة، أنها تؤثر وأنها تنفع وأنها تضر، وخاصة مسألة الضرر، لذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا نوء ولا غول. غول قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو شيء كانوا يعتقدونه في الجاهلية يرونه في السفر، وهم يعتقدون أنه من الجن، يعني بيقولوا ده شيء من الجن. قال يأتيهم أحيانا بنور زي بلمباز، طب لمبة بس ياهو، قال له بيجيهم بنور، بعدين قال هم يعتقدوا فيه. قال وأورد الشيخ عبد الرحمن بن حسن حديثين، أحدهما ضعيف والآخر لا يوجد في كتب الحديث وإنما هو في كتب اللغة، وكلا الحديثين لا يثبت. الحديث الأول ينفي وجود هذا الغول، ما في، والحديث الثاني يثبته لكن دفعه يكون بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وده معناه صحيح. يعني لو الجن بالليل حاولت تضلك، ظهروا في شكل نور في غيره في السفر، انت استعيذ بالله سبحانه وتعالى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. والله سبحانه وتعالى قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإنت الله بنجيك سبحانه وتعالى إذا شفت أشياء بالليل في السفر، أشياء غريبة أو ظلم مجاد عليك أو نور أو كذا أو كذا، استعذ بالله سبحانه وتعالى وقل أذكار الصباح والمساء والمساء، ثم انصرف وواصل في سفرك، واستعن بمن يعرف طرق السفر، عارف ده الطريق تستعين به بعد الله سبحانه وتعالى وكذا. طيب، ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل.
قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. خرجه البخاري ومسلم واتفقا على صحته. الفأل قال المقصود به الكلمة الطيبة، يعني الزول دائما يتفاءل الخير. لماذا فرق بين مسألة الشر ومسألة الخير؟ قال أهل العلم: لأن الشر فيه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، تلقى في فتح المجيد، ولأن الخير فيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والعبد منهي عن إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، مأمور بإحسان الظن بالله جل وعلا. عشان كذا رب العزة والجلال قال: فما ظنكم برب العالمين؟ فأنكر عليهم نبي الله تعالى الذي نقل الله كلامه أو روض كلامه، إذ أنكر عليهم إساءة ظنهم بالله سبحانه وتعالى. وذا الليلة موجود، سواء كان في التطير التشاؤم أو في غيره. أهل الشرك ما وقعوا في الشرك إلا لأمور، أبرزها أربعة أمور: الغلو في الأولياء، الأمر الثاني الجهل بالله سبحانه وتعالى والجهل بشرع الله، الأمر الثالث التقليد الأعمى للآباء ولدعاة السوء، الأمر الرابع سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. حصل المشرك لما يدعو غير الله سبحانه وتعالى يقول: يا فلان الحقنا. ليه قال يا فلان الحقنا وما قال يا الله جل وعلا؟ لأنه ظنه في الله كعب، بيقول أنا لو دعيت الله ما بيستجيب لي، شكاية بدعو فلان وفلان بيدعو لي الله سبحانه وتعالى. دي حجته، ودي حجة المشركين الأولين الأوائل. شكاية رب العزة والجلال قال: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في سورة الزمر. وفي سورة يونس قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شكي برضو في سورة الزمر: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، نازل ما أحسن الظن بالله وما عظم الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا، كما في سورة نوح. والعبد إذا تفاءل وأحسن الظن بالله فإنه يخرج الكلمة الطيبة، بيقول كلمة طيبة، يقول له: يا أخي والله البلد دي غاية شكلها اللي قدام شغلة دي بتجوط. يقوم هو يتفائل، يقول: لا لا يا أخي الأمور بتمشي إن شاء الله. يقوم يطلع كلمة شنو؟ طيبة. ولذلك كان الأنبياء يتفائلون وكانوا يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى في وقت يخاف فيه غيرهم، بعضهم يخاف وبعضهم يتشاءم. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى فيجعل الله له المخرج ويجعل عاقبته حسنة. قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة ابن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. وده حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. قال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، ما بترجعه زول مسافر وحصل حاجة قدامه ما طوال بيرجع، واحد تلقاه يمشي المينا البري يركب البص أول ما يدور ماشي الليستك يضرب بيجاي
يصلحوه تاني مش خطوات بيجي يضرب. يقول لك اوه بس السفر ده مين هسه الشغله دي ماشيه كده؟ وبيقوا يجيبوها حتى في النكات، والله بيقوا يجيبوها في النكات، الداعي المغيب ضحك مره في البص سمعتها واحد من بتاعين النكات ده. الناس فشله ما عندهم موضوع، اسمه محمد موسى، ما عندهم موضوع ولا عندهم شغل، طلبة حارة في الشمس يشتغلوا رجل تراه طوال سلك بتقطع بتاع اللبنزي وحاجات كثيرة، كل أسبوعين يقعد يشحم فيها وهناك موضوع ده طويل عليه، يشتغل تجارة الفيران بكره هو الجقر عجيب قاعد، بيقوموا طوال يشتغلون شغلات فارغة زي دي، يجوا يضحكوا الناس وبينكات وأشياء ومنهي عنها ذاته. لو النكتة دي حصلت ججد وما في أذى لقبيلة ولا أذى لمسلم ولا فيها محظور شرعي، قول أضحك الناس كويس جدا، الناس يبتهجوا ويضحكوا حاجة طيبة. لكن كذب ولف دوران وأشياء مرات ضد العقيدة، سمعتوا بيتكلم وده مناسبة الكلام، قال واحد قال مارق من الصباح، قال مسافر مدني في وفاء، قال لقى واحد عنده دقينة وشايل سبحة، يعني ده جابه بالجنبتين، عنده دقينة وشايل سبحة، قال له انت هذول ماشي وين؟ قال له والله ماشي مدني. ليه شنو؟ قال له وفاء. قال له ماشيين بشنو؟ قال له بالبوكسي ده والقبين ده ذاته هاي. اوه قال له ده هو اكتر كفي. قال الزول ما ركب، قال مشو، سمع كلام زول لا وزبيه، قال ما ركب، قال مشى البيت بعد ساعة ساعة ونص اتصلوا بيه قالوا والله البوكس اتقلب والنازل ماتوا في حادث وكذا. قال اليوم الثاني قال بعد فترة داري سافر برا، قالوا دار تركب الطيارة هاي، قال لا قاوة بدقن ده ذاته تاني بدقن وبسبحة ده، قال لي دار الطيارة هاي اوعك، قال لي قال لا وزرجع الطيارة وقعت. وما دار يضحك الناس، قال جالي مولانا ده مولانا بتاع بدعة ذاته، وقال له يا مولانا انت يوم عرسي كنت وين؟ يعني انا شنو؟ انا تورطت في المرة دي، كان توريني المرة دي كذا وما كان بتزوجها لو انت كان موجود وكذا. وده يا جماعة كلام فارغ وكلام عشان تضحك الناس تخلخل عقيدتهم بل تفسد عقيدتهم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. حتى الحديث الصحيح الصحيح أن الشؤم في ثلاث، في الدار والمرأة وفي الدابة، قال ابن القيم رحمه الله لا يفهم من هذا الحديث أن كل امرأة مشؤومة وأن كل دار مشؤومة وأن كل فرس مشؤومة. قال فإن المرأة منها من النساء من تكون من الصالحات زي عائشة وغيرها من الصالحات، ومن الداء ومن الدور من تملأ، ومن الدور ما تملأ، ما تملأ بذكر الله تعالى، بيت قرآن وذكر وخير وكذا وتقرأ فيه سورة البقرة. ومن الدواب ما يستعمل في طاعة الله كالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الزول ما يتشائم. قال ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، حسنات النعم، ولا يدفع السيئات إلا أنت، المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث مع أن سنده ضعيف لكن معناه صحيح. فإن العبد نهي عن التطير وشرع له التفاؤل، يتفاءل بالخير و يعلم أن الحسنات النعم من الله سبحانه وتعالى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله إلى آخره، لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين إلى آخره. وأن المصائب لا يدفعها إلا الله سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون.